إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أخرج النسائي أن عثمان رضي الله عنه قام خطيبا فقال: أيها الناس اتقوا الخمر، فإنها أم الخبائث، وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد، فلقيته امرأة سوء فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل فأغلقت الباب، وعندها باقية من خمر، وعندها صبي، فقالت له: لا تفارقني حتى تشرب كأسا من هذا الخمر، أو تواقعني، أو تقتل الصبي، وإلا صحت يعني صرفت، وقلت دخل علي في بيتي، فمن ذا الذي يصدقك؟ فضعف الرجل عند ذلك، وقال: أما الفاحشة فلا أتيها، وأما النفس فلا أقتلها. فشرب كأسا من الخمر، فقال: زيديني. فزادت: فوالله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبي. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها، فإنها أم الخبائث، وإنه والله لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل إلا يوشك أحدهما أن يذهب للآخر. قال ابن القيم رحمه الله معددا آفات الخمر: تغتال العقل، وتكثر اللهو على شربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللهو، وتنزف في نفسها، وتنزف المال، وتصدع الرقص، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس، وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولمن تلزمه مؤنته، وتهتك الأستار، وتظهر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعبيد وثن، وكما هاجت من حرب، وأكبرت من غنى، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، ونسخت مودة، ونسجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وحبه، فذهبت بقلبه، وراحت بربه، وكم أورثت من حسرة، وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير، وفتحت له بابا من الشر، كم أوقعت في بلية، وعجلت من منية،
وكم أغاثت من فسق، وجرت على شاربها من محنة، وجرأت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم. ولو لم يكن من قبائحها إلا أنها لا تجتمع هي وخمرة الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. وإن المخدرات قد جمعت هذه الآفات وزيادات، وإذا كان الخمر يغطي العقل فإن المخدرات تغطي العقل وتدرك خلاياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وإن من يتعاطى المخدرات لتشمله نصوص الوعيد الواردة بالخمر، كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عهدا على الله عز وجل لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي وذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلقد جاءت الشريعة بغابط عظيم يهزم الأمر ويقطع دابر الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. والخمر اسم لكل ما خامر العقل ليغطاه، وهذا يشمل جميع أنواع المسكرات مهما تعددت الأسماء واختلفت الأشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، أخرجه أبو داود. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع، ولأن خشوها ورواجها مضرة على الجميع. ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء. ومن أعان على فتح هذه الأفكار وبيانها للمسؤولين فهو مأجور، وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه. فقال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله.
وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان وعنا معهم بجودك وكرمك يا منان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر المجاهدين في سبيلك واهل المستضعفين في دينك وايد المرابطين بتاييدك وقاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويعادون اولياءك. انزل عليهم رجزك ومقتك وسخطك اله الحق يا قوي يا متين. نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ووفق ولاه امرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اصلح لنا النيه والذريه واصلح حال الامه المحمديه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والايمان